الخوف أضعف أضعف. أول ما نحس إن إحنا ضعاف، أول ما نحس إن إحنا ضعاف، بيزيد الخوف أضعف أضعف. أول ما نحس إن إحنا ضعاف، أول ما نحس إن إحنا ضعاف، وفي عز ده كله ساعات بنكون لازم نختار. تفتكروا حيختار ايه الخواف؟ تفتكروا حيختار ايه الخواف؟ بيزيد الخوف، بيزيد الخوف، بيزيد الخوف أضعاف أضعاف. وفي لحظة ضعفنا ندور على حضن يضمنا يحمينا، ويا عيني ما كناش نتصور نهرب من ضربة سكينة. نتحامى في حضن السياف، نتحامى في حضن السياف. بيزيد الخوف، بيزيد الخوف، بيزيد الخوف أضعاف. أول ما شافني تلبش زي ما يكون عمل عاملة. وما سألتي قالك ايه؟ حط لسانه جوه بقه زي ما يكون اتخرص. عم شوقي بقى غريب قوي، انت فاكرة لما عرف حكاية مشمش مع الولا صبحي عمل ايه؟ يا اختي ودي حاجة تتناسى؟ ده كان عامل زي الطور الهايج. هو روحه في مشمش، بس ايه بقى الحاجة اللي كان مخبيها ودراها أول ما خشيتي عليه؟ قلبته يمين وشمال وما رستش معاها على بر. بقول لك اتخرص. دي حكاية غريبة قوي، مش يمكن يكون حاطط عينه على حد وعايز يجوزه مشمش؟ حد مين؟ ده عمك شوقي لما بتيجي سيرة جواز مشمش بيقفلها ويقول لسه بدري. بدري ده ايه؟ اللي قدها خلفه والعين عليها كل رجالة الحتة يتمنوا ينولوا رضاها. ما هو يمكن برضو خايف لا يرميها لأي حد يبهدلها، وانت عارفة غلاوة مشمش عند عمك شوقي قد ايه؟ بس لما هيتجوزها هيرتاح وباله يهدى، هيبقى في راجل أنيها. بس الحكاية فيها إنها بنت ريانة، انت في مخك ايه؟ انت في حاجة في مخك مخبياها ومش عايزة تقولها لي. حاجة ايه بس يا خالتي؟ انا كل اللي اعرفه انها متشعلقة في الولا صبحي. ما هي بتستنى جواباته زي هلال العيد. هو الواد ده بطل يبعت لها ولا ايه؟ انا عارفة بقى، هو كمان حكايته حكاية وهي هتموت وتعرف في ايه. شكلي الواد ده ما صدق انه سافر وخلع منها ومن ابوها. ده لو حصل هيجرى لها حاجة، دي متعشمة في موت. لو هوبت ناحيتي هخصه في صدرك. يا الكرباشة دي، ما انت لسه من يومين كنت عاملة زي القطة اللي مش طالع لها صوت. أقوم أدبتي ولا خلاص عشان خدت القرشين؟ أي قرشين بشتغل بيهم وبتاخد حقهم، أكتر من كده هفرج عليك خلق الله. يا بيه
الاغاني مختوم على قفايا ولا مختوم على قفايا؟ انا نحب لما ندفع قرش ناخده 10، واني دفعت ولازم اخد. اوعى اوعى ايدي. اسيبك انت ما تصدقت ايدي. اه يا بنت الجزمه ودينا من حاضر. اوعى ايدي. اه يا بنت العطابه المره دي فكره المره الجايه في مصارينا. تعالي هنا والله يا خلف انت بنت مصارينا. تعالي يا ابن الباب. اه لازم اختصر الخط. مصدقين نفسنا يا باشا، بقالنا كتير ما شفناش سعادتك. انت ايه اللي خلاك تسيب هناك؟ والله يا باشا كله قافل عيش يا باشا، اهلا وسهلا بيك يا باشا، اتفضل يا باشا. يا اهلا وسهلا بيك يا سعادة الباشا، يا اهلا وسهلا، نورتنا يا سعادة الباشا، اتفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. العشاء يا باشا؟ لا نشرب. بس الباشا بسرعة. أنا أجيب حالة. سافر بكره القرية اشوف الناس وصلوا فيها ليه. الناس اللي وصلوا سكنتهم ومعهم رجالتهم وديهم بالواجب. دكتور سامولي كلمني وقال لي انهم جايين. الناس اللي في الصحراوي. تمام يا باشا، زي ما سعادتك امرت. طالما كله جديد انا اللي اخترت لنفسي وديتهم هناك. كل حاجه زي الفل يا باشا. انا مش عايز اشغل دماغي بالحدوته دي، سايبها عليك. مش عايز أي غلطة تانية. طمن يا باشا، كله في السلم. البنت دي جديدة، ما شفتهاش قبل كده. بقى لها شهر يا. شكلك بتيجي هنا كتير. كله بحس سعادتك. قولي يا صبر، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ لو سعادتك عاوزني اتجوز اعملها بكره. بس انا اتعلمت من سعادتك الحريه. الجواز ده قلب الدماغ ووش ملوش لازمه. قلب الدماغ ووش ملوش لازمه؟ وهي الستات يا باشا بيجي من وراها غير كده. لا 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 يا صبط، ده بيجي من وراهم كتير قوي. هي بقى لها طعم من غيرهم. بس بقى قلب الستات أو حكم، هم عاملين زي الفاكهة مواسم، زي الكاسة، ارتشك وانت آخر مزاج، زي موج البحر، ما يرسيش على شط واحد من البنات.
ستات أصناف وألوان وأشكال. هايلة البنت دي، قلت لي بقالها قد إيه؟ دي باب تاني اتقفل يا مشمش. لحد امتى هتفضلي ماشيه في سكك كل بيبانها مقفوله؟ انت فين يا صبح؟ تعالى بقى. هاي يا زفر. اوامر سعادتك يا باشا. طب يلا روح انت. على الله يكون الموكوس جوزك. لا واحد يسعى عند الشغل. ايه ده؟ مش ايه ده؟ مالك؟ في ايه؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ استعرضتي ولا ايه؟ مالك يا مشمش؟ كسبنا الكلب، استغل اني لوحدي في المحل وبهدل. نهار اسود وهو برضه عملها؟ هو مين ده؟ ما تتكلموا وتفهموني. صاحب الشغل. يا لهوي، عمل ايه يا بنت؟ ضربته بالمقص في دراعه يا خالتي، خليته يشرب دم. الهي يسيح دمه البعيد، ده انت جسمك بيترعش. انا مش عارفه جيت لحد هنا ازاي، خفت اخش على ابويا بالشكل ده وهو عيان يدق ساكت. كان قلبه حاسس يا حبه عيني، عمال يسال عليك وهو قلقان. والله لما يرجع باحة لخليه يلم رجالة الحتة ويروحوا يكسروا المحل على دماغ أمه. أنا مش عايزة فضايح، مش عايزة حد يحس باللي حصل. كان لازم روحتي لاسمه وهبديك محضر. محضر يا بس يا خالتي، واحدة زي لو دخلت برجليها مكان زي ده ما هياش خارجة منه. أمال عايزانا نسيبه يعني بعد عمليته الصودا دي؟ مصيبة إن الشغلانة ضاعت في 60 داهية، هو أنت هتأمنينه تاني؟ وعلاج أبويا أعمل فيه إيه بس؟ لينا رب اسمه الكريم. قومي خش اغسلي وشك والبسي جلابيه من بتوعك. انا مش عايزه ابويا يعرف حاجه، والنبي ما حدش يجيب له سيره، ده مش هيستحمل. لو شفت خلقه امه لاكون واكلاه بسناني ابو ديل نيجز ده. كبت عليك يا بنتي، هي ملطشه معاكي ليه كده بس؟ صباح الفل. صباح الفل. تيجي ناخد فكره؟ ناخد. قشطه. بحة هنلعب أول أربعة سادة، والأستاذ عايزك تلعب حر بعد المقسوم.
طب قال لي كمان جت شويه هاخد رصيف الاول. صفوة تعالي. ايه اللي خطفك قوي كده؟ ده انا لو ما اعرفكش كويس كنت قلت انها قصه حب. يسمع من بقك ربنا، حد يطول يحب اليومين دول. وانت ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ مفيش، مش جاي نوم خالص، لقيت نور اوضتك منور قلت اجي ابص عليك. مش هعطلك بقى. لا 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 تعالي. قولي لي بقى ايه اللي مخليكي مش عارفه تنامي لغايه دلوقتي؟ عادي. عادي ازاي؟ عينيكي بتقول انها مش عادي. انا هدخل انام بقى عشان عندي شغل الصبح. صحيح ايه الخدمه اللي انت كنت عايزها مني ونسيت تقولها لي يوم العربيه اتكسرت؟ بعدين لما احس ان انا محتاجها اطلبها. اللي تشوفه. هروح انام انا بقى. صفاء مش هزعل منك لو في حاجه جواكي وخايفه تقوليها، بس هزعل قوي لو الحاجه دي فيها سعادتك وانا ما شاركتش فيها. كبرت يا صفاء. وكل ما بكبر بحتاج لك اكتر يا عم شوقي. مش ناوية تقولي لي ايه اللي حصل لك؟ اللي بيحصل كل يوم. ما تشغلش بالك انت، انا تمام، المهم بس تقوم لي بالسلامة عشان اعرف اسلوب طولي. مش لو هيجي يوم وتكرهيني مهما حصل. اكرهك؟ ده ليه بتقول كده يابا؟ عشان خايف. خايف من ايه؟ من كل حاجة يابا. انت مش اول ولا اخر واحد يتعب شوية. تعب مش جسم مرضان، تعب بجد لما قلبك يشيل اللي مش قده. وايه اللي قلبك مش قده؟ سكت تاني ليه؟ مش كل الكلام ينفع يتقال. ومفيش حاجة ينفع تخبيها عليا. ربنا يكفينا شر المستخبي. وايه اللي انت مخبيه خايف من شره؟ مش لما تقولي الاول على اللي انت مخبياه؟ واني هخبي عليك ايه بس يابا؟ امال بتداري وشك مني ليه يا مشمش؟ انت لازم تنام عشان ترتاح بقى. انا حاسس ان الموت بيحوم حواليا. بعد الشر عليك يابا، لزومه ايه بس الكلام ده؟ قرب ولا بعد؟ ده مكتوب. محدش عارف بكره مخبي لنا ايه. شو قلت لك؟ انا ما بخافش الا من المستخبي. حاجه تقلق، لحد دلوقتي مش سايب ثغره واحده نقدر ندخل له منها. المعلومات والتحريات اللي احنا عملناها في الفتره اللي فاتت موجوده في الملف ده يا فندم. الراجل ده ذكي قوي يا عادل، ومفيش ثغره ليه، لكن برضه مفيش حد ملوش مدخل. اكيد طبعا يا فندم، بزي ساعتك ما بتقول، الراجل ده عارف هو بيعمل ايه بالظبط. مش سايب تفصيله واحده وراها نقدر ندخل له منها. بس ده مش معناه ان انا يأست، بالعكس ده خلاني متحمس اكتر للقضيه دي. مفيش اي معلومات وصلت لها؟ في يا فندم فيلا في الصحراوي بيتردد عليها فواز، لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هي ايه بالظبط. انا كلفت ياسر ان هو يجيب لي قرارها. انا حاسس يا فندم ان الفيلا دي هتبقى اول خيط يكر اللي وراها. المهم ما يحسش بيكم.
طمن سعادتك احنا عاملين حسابنا كويس قوي. قريت عن الراجل اللي سرق وكليته واعتصم قدام الاسم؟ حصل يا فندم، واشرف متابع القضيه دي. ووصل لحاجه؟ المفروض ان في اجتماع النهارده هيقول لي هو وصل لايه. كويس. كمان النيابه يا فندم مدياله اذن باقتحام المكان اللي الراجل هيقول له عليه. كويس كويس. على فكره في معلومات بتقول ان في دكتور على صله بفواز. الدكتور ده سمعته تقلق شويه. اسمه ابراهيم السنهوري يا فندم. خليكوا برضه وراه. تمام يا فندم. ياسر هجيب لك معلومات عن الفيلا امتى؟ دي قلعه حربيه مش فيلا. كم الحراسه اللي عليها مش طبيعي ودخولها مش سهل. انا عندي احساس ان الفيلا دي هي اللي بيحصل فيها كل الترتيب والتخطيط لشغل فواز الدردي. يعني تقدر تسميها كده اداره العمليات، فهمت؟ ده اللي انا متاكد منه، عشان كده انا هفضل وراها ومش هسيبها الا لما اعرف ايه اللي جواها. اوعى تتصرف من دماغك، استنى لما اقول لك. بعدين سيبها دلوقتي مش وقتها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اشرف هيسافر الغردقه يعرف لنا حكايه الخريطه. ده عامل حمله اعلانيه ما حصلتش قبل كده. معلش اتاخرت شويه، خامس شوارع بقى. المهم عملت ايه؟ امبارح سافر في الكباري وكان معاه صفوت وخرج بالرقاصه، والصبح سافر على الغردقه علشان يتابع تجهيزات القريه بنفسه. طيب جهز نفسك انت كمان علشان تسافر. مش لما تعرف الاول اللي وصلت له في حكايه الكلى المسروقه؟ وصلت ليه؟ وهتلاقي شغل فين؟ ده احنا حافينا لحد ما لقينا المحل ده. وانا في ايدي ايه بس اعمله؟ اديني حلف وانا ونصيبي. هو المخفي لسه ما ظهرتلوش كرامه؟ تقصدي مين؟ اللي عمل لك البحر طحينه وحج ومحدش عارف له طريق. صبحي. هو في غيره؟ اديني بكلمه كل يوم في التليفون وبرده النمره مقفوله. مستنيه بقى يكلمني ولا يبعتلي. يجي بقى يشيل عنك شويه. بس هو يجي. دي تلاقيها خالتي نبيها. طيب يلا على الباب، احنا واقفين وراه. وحشتيني يا بنت، وحشتيني يا بنت، وحشتيني 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 يا بنت زنوبة. خالتي نبيها يا اختي، انتوا متفقين ولا ايه؟ قصدك مين؟ جو الولا بحر يخيب ولسه راجع دلوقتي، وأول ما دخل وملقاش مراته زي ما تكون حباية وقرصته، فط زي ما يكون فرق علوت، ما لحقتش أسلم عليه. وهو فين دلوقتي؟ عندها جوه. أصل البيت مش يا حبة عيني، اتخانقت في الشغل وجرشت في البيت. يا أخويا ما خلاص، هو أنت بترغي معايا كده ليه؟ خليني أروح أمرمط بكرامته الأرض، هو أنا كنت بجوزه عشان يتنيل على عينه ويبيع أمه؟ دول مراته المعافر. اوعى يا ولد، اوعى. يا نهار ابوه مش فايت. طب والمرسي ماني معديها له، وهروح اضربها على جابوه. صوتك يا بحا هتودينا في داهيه. انا مش عايزه ابويا يسمع، احنا ما قلنالوش حاجه. الحكايه دي ما يتسكتش عليها. انا عايزك دلوقتي تشوف لي شغلانه تانية. ما تشوف الراجل بتاع المنشيه، يمكن تلاقي عنده حاجه. المنشيه تعيش انت. طب شوف صاحبك بتاع الابراهيميه. انا ابويا محتاج علاج هنا، وما ينفعش افضل قاعده كده. الأشعة والتحاليل طلعت؟ يا ريتها ما طلعت. اوعى تقولوا خسارة فيك عمري اللي ضيعته في تربيتك يا واطي. بقى ما تسلمش على أمك وتجري على مراتك. أمي بزعبيبها. وحشتيني يا أمك. معلش يا أمك، عريس بردك. أيوة يا أختي، عريس الغفلة. معلش يا خالتي، اديله عذره برضه. طمنوني بس، عم شوقي طلع عنده إيه؟ يعني كلام الدكتور طلع صح؟ والبنت الغلبانه مش عارفه تعمل ايه. واحنا هنسكت يا بحر؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يا عم فايق؟ ما انت عارف الدير وغطاه اخويا، انا الجوازه قطمت وسطي. وحتى لو مش كده، مش احنا دي ونفسها عزيزه، يمكن هتقبل قرش من حد. واحنا هنديها صدقه لاي حد ممكن يجي له وقت ويتزنق ويبقى محتاج حد يفك زنقته. وفر كلامك، مش هي مش عمرها ما هتتغير. الله، يعني هنشوفها بتتوحل كده ونسيبها؟ في ايدينا ايه نعمله؟ يا باي عليك وعلى برودك، انت ايه يا اخي؟ ما عندكش مروه؟ الله، تقلب عليا ولا ايه يا جدع؟ ما قلت لك مفيش حاجه في ايدينا نعملها، انت ما بتفهمش؟ اقولها لك 100 مره. يا ابني خلي عندك شويه من الاحمر، مش معقوله هنسيبها كده، احنا ولاد بلد ونعرف الاصول. ماشي يا ولاد بلد ونعرف الاصول. هي قالت لي اشوف لها شغلانه. شغلانه تانية؟ هتشتغل الصبح وبالليل؟ شغلانتين يعني؟ لا، ما هي سابت شغلها. سابت شغلها ليه؟ الراجل الخسيس تهجم عليها بالليل في المحل. ده لولا ساتر ربنا كان ضياعها. يا نهار ابو اسود، اهو ده بقى اللي ما يتسكتش عليه يا بحر. هتعمل ايه؟
خلاص على ده اهو بيموتوه جوه يا باشا. يلا يا اركب. يلا حضرة الضابط عايزك هنا. ممكن سعادتك تعمل ريسبشن وهتكون في اضاءه في كل المكان عشان تكشف عن جماليات القريه، وممكن نحط اللوجو في القلب هنا وباضاءه معينه، ده غير المسرح المكشوف اللي هنبنيه في المكان ده للفرق والمطربين. كويس قوي. الاستاف جاهز؟ مستنيين تاشيره سعادتك بالموافقه. لا انا لازم اشوفهم بنفسي. حضر لي سيفيل كل واحد، بكره الصبح اشوفهم. لا تؤمر بيه سعادتك. هم بقى وريني المطاعم. اتفضل سعادتك. ايوه يا صفوت. بتقول ايه؟ امتى ده؟ ازاي حصل؟ طب اقفل دلوقتي. المطاعم جاهزه سعادتك. بعدين بكره الصبح اشوفهم على الصف. يا باشا قالي تهجموا عليا وانا لا بيا ولا عليا، وزي ما سعادتك شايف بص عملوا فيا ايه، وكل ده عشان خاطر البت الحراميه. قربتهم بقى ولا ماشيه معاهم ولا يعوذ بالله طرطة. ما تلم لسانك يا راجل انت، ما تمسكوا في بعض احسن. انا مش عايز اسمع نفس اي بني ادم الا لما اساله. امرك يا باشا، بس انا عايز حقي. قلت اخرس. وانت ايه عامل لي فتوه؟ ده انت حتى شكلك مش وش الكلام ده. ايه اللي خلاك تغرس في حوار منايل زي ده يا باشا؟ الراجل ده معفن كان حق بنت غلبانه، وكمان يا باشا بقى احنا رحنا يا باشا عشان نجيب لها بقيه فلوسها. انت كنت عايز تقول ايه؟ زي ما قال فايق كده بالظبط يا باشا، كنا بنجيب حقها. ده عالم مفترية. قلت اخرس اخرس. عسكري فين البنت اللي بعتنا لها؟ بحا وفايق مالهمش ذنب يا باشا، انا اللي عورته. انت بقى مشمش؟ ايوه، والناس دي مالهاش دعوه باي حاجه، انا اللي ضربته بالمقص. اهي اهي اعترفت بنفسها الحمد لله. وبعت له الاخين عشان يربوه مش كده؟ أني قلت إن مالهمش دعوة. وضربتيه ليه بقى؟ عشان ديله نجس. بس يا مشمش الحكاية مش كده خالص يا باشا. اسكت أنت كملي، أنا عايز أعرف بقى إيه اللي حصل بالظبط. أني هنقول لك يا باشا. تعرف حد من دول؟ هو ده يا باشا، هو ده اللي عمل العمليه، ودول اللي رموني في الشارع بعد ما رفضت الفلوس اللي عرضوها عليا. وفي ناس تانيه يا باشا كانوا عايزين يموتوني ويهرسوني تحت العربيه. هم دول يا باشا، هم دول يا حكومه. ليه كده يا مشمش؟ ليه بقى احنا حطينا جزمه في بقنا واستحملنا البهدله عشان الحكايه ما تبقاش كده، وانت تيجي تقولي على كل حاجه؟ امال كنت عايزني نسيبك تضيع نفسك ونسيب بحا بعيد عن عروسه اللي هتموت نفسها عليه؟ ما كانش لازم تتكلمي خالص. انتوا اللي اضطرتوني لكده. ايه اللي خلاكوا تروحوا له؟ بقى لي سكت عشان ما ننفضحش ونبقى قلبانه على كل لسان. تيجوا انتوا تعملوا كل ده وتوصلوها كمان للإقسام؟ ما احناش نسوان عشان نسكت يا مشمش، وكان لازم اتربى. اديني انا اللي اتربيت وبقيت متسجله عند الحكومه ورجلي جات لحد هنا في قضيه زي دي. شفتوا بقى انتوا ربيتوا مين؟ يعني احنا طلعنا غلطانين في الاخر؟ شفت يا عم فايق اخر اتصرفاتك ايه؟ وايه اللي يرضيك يا مشمش؟ بص بقى يا معلم، انت قلت اصلك معايا واني رديتها لك في دراعك كده، نبقوا خالصين. كل واحد بقى يروح في حاله ونقفله على ولادي ودار ما دخلك شر. ايه اللي بتقوليه ده يا مشمش؟ طب وحق المحل اللي اتكسر وقرايبك اللي اتعدى عليا في منطقتي، كل ده ملوش تمن؟ لو ليك اي فلوس هتاخدها. انت مالكش اي حاجه يا معلم، وحقك وصلك من زمان، واللي حصل لك ما يجيش نقطه من اللي تستاهله بعد اللي عملته معايا. لو ما لمتهاش بقى أني هنعمل محضر ونيابة ونقول على كل اللي انت حاولت تعمله معايا. قلت ايه؟ ده ما في حد فيهم عايز ينطى ولا يقول حاجة. بأشرف الحلواني في حد معصلك معاه؟ ما الكلب كأن لسانهم مقطوع.
مع ان فيهم ناس المفروض انهم دكاتره وناس محترمين. المستشفيات دي كترت قوي من دول، كويس ان انت مسكت واحده فيهم. صفاء اختك مسميها بدروم في تحقيقها. صحيح. صفاء عندي كويسه. المهم بس نعرف مين اللي ورا المستشفيات دي، ان مش ممكن الدكاتره دول يعملوا كده من غير ما يبقى في حد وراهم. اللي وراهم دول بقى احنا عايزينهم. المستشفى دي فواز الشريف ورد لها كده من سنتين. انا عارف، علشان كده سبت الحكايه لاشرف. انا حاسس ان احنا بنقرب منه قوي. ايوه بس مش معنى يوردوهم اجهزه يبقى ليها علاقه بحكايه الكلى دي. كلامك صح، بس في احتمال 1% ان الراجل ده ليه علاقه. فواز الشريف بيعمل بيزنس كبير قوي في حكايه الطب السياحي، والحكايه دي سكاكها كلها منفذه على بعضها. احنا ورا امه، هيروح مننا فين؟ ايه ده انت بقى كده على الكرشي؟ اكيد الحاجه حلواني ما كانتش لاقي وقت يربيك، كان عمال يفنز على قلبه قد كده. انت عيل طويل وحاقد. اشرب. بالمناسبه عايزين نروح نقعد معاه شويه، ابوك ده وحشني قوي. طب ما الاخ يرجع من سفرته الغردقه. انت عايز نسافر امتى؟ اكيد مش هنتكلم في الموبايل يا صفات. بكره تحط نفسك في اول طياره وتجيلي وهبقى اقول لك تعمل ايه. مع السلامه. ايه رايك لو اخطفك الليله في الجنه؟ انا في القريه، هتيجي؟ بصراحه وحشني المساج بعد دش سخن. مستنيكي. مع السلامه. الراجل عمل قطه بغمضه عينه وطلب الصبح. بس ما كانش صح يا بحه تسيب الولا فايق يفرد قلوعه ويعمل اللي عمله. يا بنتي اشحال انت مسخليه زي وابوه. فنجرت بق ساعه غضب، بس احنا لو وش اسام ولا قد مرمطتها اللي سخن الدنيا الاخ فايق. هي جت من بيت اهله. يعني انت مش راسي على الدور وفاهمه؟ فاهمه، بس برضك هو مزودها. واقع لشوشت وداف في العتبه. وهي ولا حاسه بيه. عبيط. كان فاكر ربما لو عمل 7 البرومه والسبع رجاله هتميل ولا تحن عليه؟ هي اللي عبيطه. اللي تلاقي واحد بيحبها كده ما تبيعوش عشان واحد رماها ولا سأل فيها. هي مش طول عمرها كده، عينيها متشلقه اللي مش ليها. غلبانه، عايزه تعيش. طب ما هو كمان غلبان وكلنا غلابه وعايزين نعيش في الدنيا دي. والله الولا فايق ده صعبان عليا قوي. احنا هنقضيها بقى في قيس وليلى ولا ايه؟ يا بت سيبك من ام فايق وام مش وخلينا في اللي احنا فيه.
صاحبتك سافرت ونفسي بقى بنت نضرب سيجاره مع بعض. ومين سامعك؟ تاني خربانة موت كمان عشان نقضيها بيت. شوف الراجل، احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا في اللي جاي، في اللي هتشوفيه جوه. وحياة امك يا بنت زنوبة، انا رايحة لك في سفرية لوز. يلا بقى لم لسانك لا تصحى. طب قومي. طب والشاي يا بنت؟ جوه هنحبس ونكتب ونخليها بندرة. انا وانجازي في السريع، انت المفروض بقيتي مفرومه في الانجاز. انا حبيت الرن قوي، اموت في الرنات على الشامبر. ولا يا با، انت فين يا ولا؟ هي امي ولا. عشان اجيب لك الدكتور اللي بيا. مش عايز حكم. امال عايز ايه بس؟ انا عايز اخرج من هنا مخنوق، هموت لو فضلت كده. مخنوق من ايه بس؟ ايه اللي بيك يابا؟ انت اللي على طول شايل جواك فضفض وزيح من على قلبك. سيبيني امشي. مش هسيبك، مش هسيبك يابا. يا لهوي، ده جدتك مهلكه، كل حته فيك بتترعش. مالك يابا في ايه؟ لما انت تعبان كده ما بتقولش ليه؟ ده احنا ملناش غير بعض يابا. ده اني استويت النهارده بما فيه الكفايه. خليك انت احن عليا من الدنيا اللي عماله تنهش فيا. يابا خليني اطمن عليك عشان اطمن على حالي. يا بني مالك يابا فيك ايه؟ كفايه بقى يا مشمش، حرام عليكي. كفايه ايه يابا؟ انا مش انت مش ايه؟ ما تتكلم يابا. أنا مش قادر أستحمل اللي جوايا، قلت لك عايز أمشي من هنا، أنا مخنوق. يابا ما ينفعش تمشي، أنت تعبان. لو قعدت هتعب أكتر. وإيه اللي تعبك؟ حاسس بإيه؟ حس أنت بقى. أحس بإيه؟ إيه اللي صايبك وحيشه جواك؟ اللي جوايا قلبي بيموت فيك يا مشمش. وكله محصل بعض، لا حد ياخد غير نصيبنا، ولا فرقة بكرة من بعد، ولا ارتحنا من تعبنا. وكله محصل بعض، لا حد ياخد غير نصيبنا، ولا فرقة بكرة من بعد، ولا ارتحنا من تعبنا. سنين ماشيين في سكة يا دوب في تكة، وتعيش وتاخد غيرها. سنين ماشيين في سكة عالم آخرها، آخرتها يا دوب في تكة، وتعيش وتاخد غيرها. وازاي والفين حنروح واللي يحاول تبعد؟ وازاي والفين حنروح واللي يحاول تبعد؟ اللي يحاول ده بعده، ده بعده، ده بعده. وكله حصل بعض، لا حد ياخد غير نصيبنا، ولا فرقة بكرة من بعده، ولا ارتحنا من تعبنا. الدنيا دي يا خدع، تمشي معانا عدلة. الدنيا دي يا خدع، ونادلة بنتي هبلة، لو كانت الدنيا جدعة
تعيش وتاخد غيرها، بس احنا اللي اتخدعنا.